تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد، والتي مدت فعالياتها اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر ولمدة شهر، مع التوسع إلى ما يقارب الضعف في عدد المنافذ المشاركة. يأتي ذلك تزامنا مع قرب حلول العام الدراسي الجديد لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة. انطلاقة جديدة تشهدها المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمناسبة بداية عام دراسي جديد عقب اجتماعات مع أصحاب المكتبات والسلاسل التجارية الكبرى لتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة. المبادرة التي مدت وزارة الداخلية فعالياتها اعتبارا من الأول من سبتمبر ولمدة شهر، شهدت مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية والشركات والمكتبات والمصانع، وهو ما أدى إلى مضاعفة عدد منافذ المبادرة لتصل إلى 2286 منفذا وخمس معارض رئيسية وخمسين معرضا فرعيا بمختلف محافظات الجمهورية. حققت وفرة كبيرة في المعروض من مختلف المستلزمات والأدوات المدرسية. نشكر السيد الرئيس على المبادرات اللي بيعملها في دخول المدارس، رمضان، الأعياد. أسعار بتفرق عن بره كتير، فلقيت برضو عروض كتير على حاجات كتير من مواد غذائية ولبس، لقيت أسعار منخفضة جدا عن بره. حاجات جميلة جدا يعني، وعروض حلوة وملابس جميلة جدا يعني. تحيا مصر. أحب أقول للرئيس يعني ربنا يعينه على الحمل التقيل اللي هو شايله بتاعنا، وربنا يقويه يا رب. وشهدت منافذ المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء المستلزمات والزي المدرسي في ضوء التخفيضات الكبيرة عليها وجودة المعروض، وسط ترحيب كبير من أولياء الأمور بدور المبادرة في تخفيف الأعباء عنهم مع بداية عام دراسي جديد. المبادرة دي بنستنى على طول كل سنة، وبصراحة أسعارها أحسن من بره بكتير. شنط وكوتشيهات وكراريس وكتب وإلام، ورخيصة جدا عن بره طبعا. شكرا طبعا لمبادرة كلنا واحد. أنا يعني شايفة أن أنا يوميا كده بقالي مدة بعدي كل يوم من شغلي علشان أخد الحاجة هنا، لأنها أقل فعلا من بره. كما تواصل المبادرة توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 40% بالسرادقات والمنافذ الموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. مبادرة عظيمة، وسيادة الرئيس قايم بيها من فترة لتخفيف الأعباء عن الشعب المصري. نشكر الرئيس إن عامل لنا الحاجة الحلوة ديت. عامل لنا كل حاجة وموفر لنا كل حاجة والحمد لله، والمعرض جارينا عيد له، وكل حاجة فيه رخيصة وكويسة والحمد لله. وتستمر منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا بكافة المحافظات. في منتجات بتبقى موجودة هنا ما بتبقاش موجودة بره، وأسعارها أحسن من بره بكتير. البادرة دي منتشرة في كل حتة ومساعدانا ووفرة علينا حاجات كتير قوي. بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الحلوة دي. دور كبير تقوم به وزارة الداخلية من خلال مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودعمهم ومساندتهم من منطلق الدور الإنساني والاجتماعي للوزارة، والذي تشهد عليه كافة مراحل المبادرة.